بدأ البرلمان والكتل السياسية بالمضي بإجراء التعديل على قانون انتخابات مجالس المحافظات. وهنا يجب أن نبين بأن على البرلمان وعلى المفوضية، مفوضية الانتخابات، أن تعالج المشاكل التي حصلت في انتخابات عام 2018، الانتخابات البرلمانية. وهناك توجه من بعض الكتل السياسية التي تريد أن تفصل القانون على مقاساتها دون إنجاح لتجربة الانتخابات الناجحة. ومن هذه الأمور المهمة التي يجب أن نوضح للشعب العراقي بأن يراد أن تجري الانتخابات بالطريقة التقليدية، بطريقة البطاقة الاعتيادية وليس البطاقة البايومترية. اليوم هناك توجه لعدم اعتماد التصويت البايومتري في انتخابات مجالس المحافظات القادمة. وهنا نطالب البرلمان العراقي ونطالب مفوضية الانتخابات بأن تجري الانتخابات المقبلة بالتصويت البايومتري وعدم الاعتماد على البطاقة التقليدية التي أجريت بموجبها الانتخابات السابقة.